نعم شروق، نحن نقف الآن في موقع الاستهداف الذي طاله الاستهداف الهجمات الصاروخية صباح هذا اليوم، والذي وصل عدد القتلى فيه إلى ما يقارب 10 أشخاص وإصابة العديد من الآخرين. هذا المكان في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، ونحن كنا صباحا هنا حيث كان الاستهداف، لكن الآن فرق الطوارئ والتابعين لبلدية كييف يقومون بإزالة آثار هذا القصف الذي استهدف هذه المدينة، هذه الهجمات الصاروخية التي وفق ما تقول الإدارة العسكرية والمدنية في أوكرانيا بأنها طالت كل الأراضي الأوكرانية من الفوف غربا إلى مدينة خاركيف شرقا، إلى من شيرنيهف في الشمال إلى زابيروجا أيضا في الجنوب، ووصفها الجانب الأوكراني بأنها ضربات إرهابية حسب ما تصفها وزارة الخارجية الأوكرانية وحسب ما تصفها أيضا الرئاسة الأوكرانية. هذا المكان الذي ربما أدعى المصور أن هذا المكان الذي يوجد فيه هو مجمع شبه أمني تقريبا، خاصة ونحن نتحدث عن سنتر مدينة كييف. هنا يقع مبنى الاستخبارات العامة على هذا الطريق، أيضا مكتب الرئاسة يقع في محيط هذه المنطقة، كذلك أيضا ميدان الاستقلال يقع في هذه المنطقة. هذا الاستهداف جاء وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وسطها يعني تحديدا، جاء في منتصف العاصمة الأوكرانية كييف. هذا ينذر إلى تصعيد وتيرة القصف الذي ربما يطول خلال المرحلة المقبلة، كل ما ربما يطول أكثر العاصمة الأوكرانية كييف، خاصة وأن كان هنالك تحولا في مدينة زابيروجيا التي شهدت أيضا عدة هجمات صاروخية. استهدفت هذه الهجمات وسط المدينة، وكان هنالك انذار بتحول هذه العملية لاستهداف مراكز المدينة. كذلك أيضا كاثرين، كان هنالك تحذير من السفارة الأمريكية في كييف، حثت مواطنيها على مغادرة أوكرانيا عبر الخطوط البرية، لمغادرة هذه المدينة. كذلك أيضا نحن الآن على هذه الصورة هو عمدة كييف الآن. عمدة كييف في هذه المنطقة كليتشكو، عمدة المدينة. ربما سيكون مؤتمر صحفي بعد قليل لعمدة المدينة سيوضح ملابسات هذا الاستهداف، والتفاصيل الأكثر ستكون مع عمدة المدينة، وربما يتضح لنا صورة استعدادات مقاطعة كييف بشكل خاص. والعموم أوكرانيا ربما بعد قليل سيكون هنالك مؤتمر، هنالك استعدادات لبدء مؤتمر مع عمدة مدينة كييف لإيضاح ملابسات هذه الهجمات الصاروخية، واستعدادات كييف لمواجهة هذه الهجمات الصاروخية، خاصة وأن العمدة ذاته حذر المواطنين بعدم مغادرة الملاجئ والبقاء في الملاجئ إلى حين أن يزول خطر الهجمات الصاروخية. قبل قليل كاترين كانت هنالك إشارة اللون الأخضر عبر تطبيقات الهواتف بأن خطر الإنذارات الجوية والاستهدافات الجوية قد زال. ربما بدأنا نشعر بعودة الحياة إلى طبيعتها نوعا ما في مدينة كييف، خاصة مع تواجد عمدة المدينة في وسط هذه المدينة، وهو مكتبه أيضا لا يبعد كثيرا عن مكان الاستهداف. كذلك أيضا مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي لا يبعد أيضا عن مكان الاستهداف. صحيح. كذلك مبنى المخابرات لا يبعد عن مكان الاستهداف. بعد قليل سوف يكون هنالك مؤتمرا لعمدة المدينة، ربما يوضح لنا ملابسات هذا الاستهداف وما آلت إليه الظروف، وكيف تستعد المدينة لمواجهة مثل هذه الاستهدافات، خاصة وأنه قبل قليل كان هنالك انقطاع للتيار الكهربائي. وقالت عمدة مدينة كييف قالت بأنه سوف يتم اقتطاع الكهرباء بشكل
بشكل جزئي إلى أن يعود العمل بشكل كامل، خاصة وأنه ما يقارب 11 منشأة حيوية تم تدميرها أو تدميرها بشكل كامل وتدميرها بشكل جزئي في مدينة في مقاطعة كييف، وتحديدا في 18 منطقة في مقاطعة كييف. الأمور ربما تؤول إلى حسب ما يراها مراقبون، ربما تؤول الأمور إلى أسوأ من هذا السيناريو، خاصة وأننا نتحدث الآن عن استهدافات طالت بنية تحتية كالشوارع ومحطات للكهرباء، وربما جسور أيضا تم استهداف جسور في كييف، ربما يطول الاستهداف أشياء أكثر مما كان متوقعا لدى الأوكرانيين. نعم كاترين. عامر، سنتابع مع كل هذه المستجدات، أتمنى أن تبقى معنا.